وبعدين خلص القدا، سكينا القدا، شبينا الرمث. ما حي ماكو رمث مولية، قطعوه كله، شلعوه هذيل البنقال، وبعدين ودوه السوق وباعوه، وماكو حيته. لو تبي لك عود بالبر ما تلقى. المهم لا صار الليل، انا اقرا قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. قاموا البنات كلهم ويا عبد الله وامهم معاهم، شو يقولون؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا انا اقول وقعودا، قعدوا على الارض سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعلى جنوبهم سدحوا، قالوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحين بناتي يوم كبروا وتزوجوا وعيلوا ويقولون يبا، محفورة بذاكرتنا هذه الأذكار وذيك الطبخة وطعمها. شلون كنا نفرح ونستانس إحنا نعيش معاك. ولهذا أنا أقول للأباء صادقوا عيالكم، صادقوا عيالكم. نبي الأب يعود أب، ونبي الأم تعود أم. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الله أكبر، هذيل أيتام بوجود الأبوين. فرفقا أيها الآباء والأمهات بعيالكم، ردوا بيوتكم. وين رايح؟ عند الربع. منين جاي؟ من الربع. وين رايح؟ الديوانية. منين جاي؟ من زين.